مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم. في هذه الحلقة نستضيف اللواء عدنان سيلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية في الجيش السوري سابقا، وهو الآن أحد كبار ضباط الجيش السوري الحر. نبدأ من آخر حدث وهو مجزرة الغوطة. كما تعلمون راح ضحيتها المئات من المواطنين. أنتم كأحد أركان الحرب الكيميائية في النظام وتعرفون النظام جيدا وتعرفون عقليته، هل تؤكدون أن الذي ارتكب هذه الجريمة هو النظام ولماذا؟ نعم، الذي ارتكب هذه المجزرة النظام المجرم الطاغي، نظام بشار الأسد، هو الذي استخدم هذه المجزرة في غوطة دمشق الغربي والشرقي، لأنه لا أحدا يستطيع أن يضرب بالغازات السامة الغوطتين إلا النظام، إلا النظام فقط هو الذي يملك الإمكانيات المتوفرة لاستخدام هذا الغاز الزارين. استخدم النظام هذا الغاز للقضاء على الجيش الحر لأنه عجز عن القضاء على هذا الجيش الحر، لأن هذا الجيش الحر قتل الكثير من جيش النظام ومن لواء أبو الفضل العباس ومن حزب اللات. لذلك أراد هذا النظام أن ينتقم ويضرب الجيش الحر في الغوطتين الغربي والشرقي. لكن المعلومات الواردة من هناك تقول أن معظم الضحايا من المدنيين، يعني وليسوا مقاتلين في الجيش الحر. نعم، هذا النظام المجرم لا يستطيع أن يصل إلى الجيش الحر، فهو ضرب الناس الأبرياء، الناس المدنيين، الناس العزل، من الأطفال، من النساء، من الشيوخ، والقليل من الجيش الحر. هل هو أراد ضرب الحاضنة الشعبية للجيش الحر؟ نعم، أراد ضرب الحاضنة الشعبية لأنه لا يوفر بين صغير وطفل وكبير وامرأة، فهو نظام مجرم بحد ذاته. هذا النظام لا يوفر أحد. سيادة اللواء، هناك من يتهمكم أنتم كالجيش السوري الحر بأنكم خلف هذه المجزرة، وهناك من يؤكد أن الجيش السوري الحر أو بعض فصائل الجيش الحر قد ترتقب هذه المجزرة، ما قولكم؟ النظام الطاغي المستبد يكذب ثم يكذب، وعمران الزعبي يكذب، ووليد المعلم يكذب، كلهم يكذبون، لأننا لا نملك مثل هذا السلاح. هو يملك مستودعات تخزين أسلحة، يملك الغازات الكثيرة في إكس والإبريت والزارين، ويستخدم هذه الأسلحة في هناك مستودعات وفي هناك تجارب أجريت على إملاء القذائف المدفعي والصواريخ، وخاصة 107 خاص براجمات الصواريخ والسكود، إملاء هذه الصواريخ بالغازات السامة وخاصة الزارين، ومن قبل ضباط اختصاص مهندسين سوريين وإيرانيين، وأجريت هذه التجارب في مقر البحوث العلمي شمال السفيرة بثلاثة في مركز، وشمال السفيرة بخمسة كيلومتر أيضا في مركز للبحوث العلمي. كيف تعرفون هذه المعلومات؟ هذه المعلومات يعني صارت معروفة، وخاصة على إحدى المحطات التلفزيونية عرضوا هذه التجارب، وأنا كنت رأيتها على التلفزيون. إذن هناك في تعاون وثيق، وأنا بعرف من خلال اللواء سعيد خليل اللي كان هو مدير الإدارة، فراح عدة مرات على إيران، وكان هناك تعاون وثيق بين إدارة الحرب الكيميائية إدارة الحرب الكيميائية في إيران، ومن حيث استيراد أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي من إيران، ولباس مطاطي عبارة عن جوارب وقفازات وأرضي مطاطي ثقيلة وخفيفة للوقاية من الأسلحة، من أسلحة الدمار الشامل. طيب، هناك من يقول أيضا أن فصائل الجيش السوري الحر أو فصائل المعارضة المقاتلة تمتلك أسلحة كيميائية، ما قولكم في ذلك؟ قولنا أن هناك كان واحد بالجيش الحر اسمه نديم بالوش، هذا المجرم
نديم بالوش كان في سجن النظام بسيد مايا، واتفق مع النظام وسلموه محقق ضمن سجن صيد مايا، وقام بالتحقيق وأعدم 4، أصبح ثقة لدى النظام، فخرج من السجن وألف كتيبة اسمها الريح الصرصر في جبل الأكراد، وهناك أعلن أنه يمتلك الغازات السامة وسيضرب القرى النصيري. هذا الكلام عاري عن الصحة وكاذب وليس له أي مصداقية. وهناك هو الذي قتل النقيب رياض الأحمد، سحبه من أنطاكي إلى جبل الأكراد وقتله. طيب ما هي الإمكانات والقدرات التدميرية من أسلحة كيميائية لدى النظام؟ ما حجم المخزون الذي يوجد في مخازن النظام من هذه الأسلحة؟ وما نوع السلاح الذي استخدم في هجوم الغوطة بشكل محدد؟ أولا، السلاح يملك ترساني كبير من الأسلحة الكيميائية، على أساس أن هذه الترساني تضاهي الأسلحة النووية في إسرائيل. كان دائما الرئيس بشار الأسد والمغبور حافظ الأسد يقول أنه لدينا ترساني تضاهي الأسلحة النووية في إسرائيل. فكان هناك المستودع 417 في كميات كبيرة شرقي عدرا، شيء 15 كيلومتر شمال شرق عدرا، وهناك في مخزون كبير في المستودع 418 شرقي حمص 50 كيلومتر قرب الفرقلوس، شمال شرق الفرقلوس 10 كيلومتر. هذه المخزونات الكيميائية الهائلة التي أتت من روسيا أصبحوا يصنعونها، يملؤونها بواسطة خبراء عسكريين مهندسين، يملؤونها ضمن قذائف مدفعي وصواريخ وسكود، وضمن كل هذه وضمن حاضنات للطيران مثل أجهزة الرش وإلى آخره. طيب المفتشون الدوليون يقومون بعدة مهام في سوريا بناء على قرارات دولية أو اتفاقيات دولية، برأيكم هل يمكن لهؤلاء المفتشين أن يحددوا من الذي استخدم السلاح الكيميائي في سوريا؟ نعم يستطيعون. أولا، نحن كنا لا نعول على هذه اللجان كثيرا بالماضي، مثل لجنة الدابي، فرقة نبيل العربي، هذه الفرقة التي كان الشعب السوري يقتل بقذائف النظام، برصاص النظام، بالقنابل المتفجرة، على مراكز كازيات، على المخابز، كان النظام يقتل كل هؤلاء الناس الأبرياء، والنظام واللجنة تنام بالفنادق الراقي، بالفور سيزن، بالشيراتون، بالمرديان، ويغرونها بالمال والنساء وكل شيء، حتى فضحها الأستاذ أنور مالك الذي ألف كتاب ثورة أمة، هذا المناضل البطل أقدم له الشكر الجزيل في كتابة هذا الكتاب وفضح أساليب النظام. نعم، ونعرف نحن أن كل الفريق هذا الفريق يختلف عن فريق الدابي، وهذا الفريق كما يبدو النظام وكما أراد النظام أن يسخره مثل فريق الدابي، لكنه لن يستطيع. فضل أسبوع يغازل هذا الفريق حتى أن المادة السامة التي استخدمها مركز على ثلاث أماكن ليقوم هذا الفريق الأممي بالذهاب إلى هذه الأماكن، خان العسل والطيبي حوالي الشام ومكان بحمص. يعني مثل ما بده النظام كان يريد أن يسيطر على هذا الفريق ليذهب بعد 6 شهور أو 5 شهور على حلب، على خان العسل، بعد أن لن يبقى للزارين أي أثر، والناس اللي ماتت والناس اللي راحت إلى المستشفيات وظلت على قيد الحياة يمكن أن يسألونها، يعني راحت أكثر من 3/4 مصداقيته في خان العسل. لكن هو موجود، النظام اللجنة الأممية موجودة في الفور سيزنز، يجب عليها، واستخدموا الغاز السام على دوما، وهناك 400 إصابة من الغاز الزارين، واستخدموا الغاز الزارين على دوما، وكان هناك 30 إصابة وفي حيوانات ميتة، والفريق الأممي موجود بالفندق. فكيف تعلل هذا؟ يعني النظام مسيطر على الفريق، ما بتروح إلا بأمر مننا. ليش ليروح على خان العسل
لو هم يريدون معرفة الحقيقة لذهبوا إلى دوما مسافة نص ساعة، لذهبوا إلى عدرا مسافة 3/4 ساعة وكشفوا الحقيقة، لكنهم يريدون أن يخفوا الحقيقة. هل يمكن للنظام أن يطمس آثار الأسلحة الكيميائية وكم من الأيام يحتاج لذلك؟ يقلل من طمس الحقيقة، يستطيع أن يطمس قسم من الحقيقة لكن الحقيقة ستظهر. مثلا الغاز الزارين، هو غاز الزارين لا لون له ولا رائحة، ومعبأ بقنابل وقذائف مدفعي وصواريخ وراجمات صواريخ وقنابل ورؤوس كيميائية مثل السكود. أعراض الإصابة بالزارين معروفة، أعراض الإصابة بالزارين معروفة، هاي لا يمكن أحد أن يخفيها، وظهرت هذه الأعراض على 1300 واحد من الناس الماتوا، والناس الأحياء اللي هن 7000 مصاب بالغوطة الغربية والشرقية ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالزارين، وهي تقلص بؤبؤ العين، أي أن العين يصبح بحجم رأس الدبوس. 2 زبد على الفم واضح على المصابين. 3 اضطرابات واختلاجات وسرعة ضربات القلب، غثيان، احمرار الوجه، الشلل، تبول لا إرادي، الموت. كل هالأعراض ظهرت على الناس المصابين بمادة الزارين. نعم، هاي أعراض لا يمكن أحد أن يخفيها، على مشهد من العالم كله رأى أمام التلفزة كيف أن هذه هي أعراض الزارين. مشاهدينا الأعزاء، نبقى مع فاصل قصير ونلتقي مجددا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم مجددا في حلقة لقاء اليوم التي نلتقي فيها اللواء عدنان سيلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية في الجيش السوري. سيادة اللواء، كيف يؤثر امتلاك النظام السوري لهذا الكم من السلاح الكيميائي على التوازنات الإقليمية؟ ما الذي يمنحه هذا السلاح للنظام لكي يتحرك ويؤثر في توازنات المنطقة؟ هذا النظام هو دائما كان أن يقول أن لدينا ترسانة من الأسلحة الكيميائية حتى يضاهي فيها إسرائيل، ويملك ترسانة فعلا، وخزنها في مستودعات في 5 أماكن بسوريا، أي أنه أصبح يملك هذه الترسانة ولديه الإمكانيات، وخاصة أصبحت متوفرة بمختلف أنواع الذخيرة، ذخيرة الهاون، ذخيرة المدفعية، ذخيرة الدبابة، ذخائر الصواريخ عيار 107 راجمات الصواريخ، وحاضنات وأجهزة رش بواسطة الطائرات. يعني يستطيع هذا النظام أن يملك ترسانة ويضرب بها ويهدد بها الشرق الأوسط، لأنه لا توجد دولة في الشرق الأوسط تملك السلاح الكيميائي مثل سلاح النظام السوري. إذن هل هو يستخدم هذا التهديد لفرض سياسات معينة في المنطقة؟ هذا النظام يريد أن يقتل 20 مليون سوري ليبقى هو جالسا على هذه الكرسي، ويستخدم السلاح الكيميائي، وإذا كان متوفر لديه السلاح النووي فإنه سيستخدم السلاح النووي. بشار الأسد بالغاز منذ الثورة السورية، ثورة الكرامة، ثورة العزة التي تستطيع بالمستقبل أن تقضي على المجرم بشار الأسد، القنابل التي استخدمها على النظام السوري تعادل قنبلتين ذريتين من عيار 20 كيلوطن، والقنابل التي ألقاها على لتهديم البناء في سوريا، تدمير حلب وحمص ودير الزور ودرعا والشام، هالبناء المهدم يعادل أن ما دمره 3 قنابل ذرية، 3 قنابل ذرية يعادل بشار الأسد بتدمير هذا البناء بسوريا، أي يعادل 3 قذائف لتدمير البنى التحتي وقذيفتين لقتل 100,000 من الشعب السوري. طيب سيادة اللواء، هل برأيك وحسب معرفتك بالنظام، وأنت كنت أحد أركانه خصوصا في مجال الحرب الكيميائية، هل برأيك أن النظام يمكن أن يكون قد أعطى حلفائه
مواد أو مواد كيميائية أو أسلحة كيميائية مثلا أعطاها لحزب الله مثلا أو أي تنظيمات أخرى في المنطقة؟ سيدي الكريم، نعم، هذا النظام بالغ في إجرامه وبتعاونه مع حزب الله. وأريد أن أقول لك معلومة بأن قد تكون هذه المعلومة صحيحة أكثر من 70%، أن هناك أسلحة الدمار الشامل، أسلحة الكيميائية في العراق سربت عن طريق حقل الرميلان ومن ثم إلى حزب الله عن طريق أنفاق شمال، لا جنوب غرب سرغاية بثلاثة كيلومتر، هناك أنفاق تصل إلى حزب الله إلى الأراضي اللبنانية. أي أن أسلحة الدمار الشامل التي كانت في العراق هربت عن طريق سوريا وبقي قسم فيها وهرب القسم الآخر إلى حزب الله بلبنان. وأي سلاح كيميائي موجود في سوريا معبأ بزخائر وقنابل وكل شيء موجود منه في حزب الله أو لدى حزب الله. نعم، هذا النظام المجرم بالتعاون مع حزب الله، وحزب الله لديه هذه الخاصة الصواريخ التي يملكها حزب الله كلها، ممكن أن يعبأ منها سلاح كيميائي زارين. ونحن الترسانة الكيميائية معبأ منها حوالي 600 رأس كيميائي من عيار 107، صاروخ 107 براجمات الصواريخ. ما جرى في الغوطة والعدد الهائل من الضحايا في هذا الهجوم أظهر للعالم أن الشعب السوري ما زال غير مهيأ لتحمل هجمات بالسلاح الكيميائي. برأيك ما الذي يحتاجه السوريون من أجل مواجهة مثل هذه الهجمات؟ ما الذي يجب أن يفعلونه؟ طبعا هاي الدول الراقية بيكون عندها ملاجئ كيميائية تحت الأرض. بإسرائيل تملك ملاجئ كيميائية مجهزة كيميائيا تحت الأرض، ونحن بقيادة الجيش السوري لدينا ملاجئ مجهزة كيميائيا، أي أن هناك غرف تحت الأرض مجهزة بوسائط مجموعات التصفي والتهوي، وتقي كل القيادات العسكرية في الجيش السوري أغلبها في مجهزة، لكن لا يوجد إمكانيات لدى النظام ولا يسأل ولا يهم الشعب السوري إذا كان عنده ملاجئ مجهزة كيميائيا أو أقنعة واقي. إسرائيل بأوقات الأزمات بتوزع الأقنعة الواقي، أما الشعب السوري فيقتله النظام بشار الأسد ولا يريد أن يوزع أقنعة واقي إلى الشعب السوري نهائيا. فالشعب السوري لأنه القائد تبعه لا يحبه ولا يريد أن يقيه من أسلحة الدمار الشامل، فكل الناس لا تملك أسلحة الدمار الشامل، أسلحة الوقاية من أسلحة الدمار الشامل من الغازات السامة. أي أن لدينا نحن، أنا من خلال منبركم العظيم أريد أن أوجه كلمة للجيش الحر، هناك بصيدنايا على مسافة 2 كيلومتر شمال صيدنايا يوجد مستودع المركزي لإدارة الحرب الكيميائي على الجيش الحر في القلمون، أن يتجه إلى هذا المستودع وفي حوالي 500,000 قناع واقي. في هذه الحالة ما الذي يمكن أن يفعله المواطن العادي لتخفيف ضرر هذا السلاح؟ نعم، الوقاية خير من قنطار علاج. أنا شرحت القناع الواقي أنه القناع الواقي فيه طبقة من الفحم النشيط ثم كرتون من تحت، كرتون في طبقة، في أيضا راسورين، وفي طبقة تبدأ طبقة تانية من أكاسيد معدني من النحاس والألمنيوم وبرادي إلى آخره. إذن وموجود هدول في عبارة عن علبة حديدي موجودين منظمين فيه بشكل جيد ضمن هذه العلبة، والهواء الملوث يدخل من ضمنه، فالفحم النشيط يمتص ويضمأ والاضمصاص المادة السامة وتصل إلى عبر جهاز التنفس إلى الإنسان خالي من المادة السامة. فأتمنى أنا من كل الناس وين في فحم نشيط يسحقوا ويحطوا بقطعة قماش أو شاش، ومع قل من إذا توفر برادة ألمنيوم أو نحاس أو شيء حطوها ضمنها ويضعوها على جهاز التنفس لأي شخص ويربطوها، قطعة من الشاش فيها فحم نشيط وأكاسيد معدني ويضعوها على جهاز التنفس. بهذا يمكن أن للمواطن العادي أن يحمي نفسه من هذا.
وبالإضافة بعد الناس اللي أصيبوا الوقاية، يعني الوقاية إبرة الأتروبين. نحن لدى الجيش السوري كل مجند يملك قناع واقي، ضمن القناع الواقي في إبرة الأتروبين وفي حب خاص بالإشعاعات النووية. إذا بده يدخل قبل ما يدخل منطقة مشعة بياخذ حبي قبل نص ساعة. هوني في إبرة أتروبين بيضربها بالعضل، الإبرة الأتروبين. ونحن أجرينا تجربة على الكلاب على غاز الزارين، فعطيناهم حقنة من الزارين لكل كلب أول كلب ثاني، وحطيناهم بقفص زجاجي. الكلب الأول نفس المادة عطيناه جرعة، نفس الجرعة للكلب. الكلب الأول تركنا يمشي بعد ربع ساعة نص ساعة، شفنا مشي وظهرت عليه أعراض الإصابة، أعراض الإصابة بالزارين ظهرت على الكلب. هو العيون صارت رأس الدبوس والزبد على الفم وبدأ بالرجفان، وتركناه حتى مات. أما الكلب الثاني أعطيناه حقنة أتروبين ومشي شوي شوي وطاب وما في شيء. إذن أوجه نداء إلى كل الناس الذين أصيبوا بالمادة السامة الزارين أن يأخذوا حقنة من الأتروبين، حقن من الأتروبين حتى يتماسلوا للشفاء. طيب النظام كيف يستخدم السلاح الكيماوي؟ هل هناك تكتيك عسكري أو فني معين يستخدمه عند مهاجمة الأهداف المدنية أو العسكرية بالأسلحة الكيميائية؟ نعم، النظام السلاح الكيميائي يستخدمه عدة أشخاص مسؤولين عن استخدامه. بشار الأسد بالذات يتصل مع جميل حسن رئيس المخابرات الجوي، وعلي مملوك هو القائم على كان بهاك الوقت، هلأ يمكن إجا بدل رئيس أمن الدولة تغيرت المناصب، أي أصبح علي مملوك رئيس المكتب القومي، وديب زيتون أصبح رئيس مدير إدارة أمن الدولة. فاللي كان يستخدم هذا السلاح هو علي مملوك هو منذ كان ضابط صغير برتبة نقيب، وهو مسؤول عن التحقيق عن فرع التحقيق بالأمري، ومسؤول عن صناعة بالتنسيق مع البحوث العلمي لتطوير هذا السلاح الكيميائي غازات سامة وإملائها في القذائف المختلفة الموجودة لدى. أحب أن أضيف فقرة أنه مشان التطهير من المادة السامة، التطهير من المادة السامة في عنا محلول للتطهير من المادة السامة، وأريد لكل المشاهدين المصابين بها أن من عند العطار يجيبوا 10% صودا صوت كاوي ويخلطوه مع 20% صوت كاوي وأمونياك نشادر، 20% نشادر و10 صوت كاوي صاروا 30%، 70% مي يخلطوه في ماء بقنية مي ويحطوا على قطعة قماش ويدهنوا الأقسام المكشوفة من المادة السامة، الأقسام المكشوفة كاليدين والوجه. طيب إذن حدث ما حدث حاليا، في الفترة المقبلة هل تتوقع أن يعيد النظام استخدام الأسلحة الكيميائية وبالنفس المادة أو بمواد أخرى؟ يمكن أن إذا بقي هذا النظام يمكن أن يعيد المادة نفسها، مادة الزارين، لأنها سريعة النفوذ وسريعة الإخفاء. النظام يكفي على الدليل الأول أنه ما في غاز، لأنه نص ساعة قلت لك، ولكن بالغوطة بدرجة حرارة 20-24 لل25 يبقى لمدة 48 ساعة الزارين. أما نهارا وبظرف درجة حرارة 40 لا يدوم أكثر من ساعة. فالنظام يستخدم الغاز السام الزارين لأنه لا يدوم، اسمه سريع النفوذ وسريع التطاير، أي يتبخر بسرعة، ولا يمكن دليل. نحن بنفقد مادة وحدة هو الدليل، لكن الأعراض الظاهرة أمام العالم ونحن أخذناها في الكتب وفي المدارس وفي الكل أن أعراض الزارين هي الأعراض التي ذكرتها من تقلص بؤبؤ عين وزبد إلى آخره. شكرا سيادة اللواء على هذه المعلومات وعلى هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، بهذا نختتم هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم. استضفنا فيها اللواء عدنان سيلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية في الجيش السوري سابقا، وأحد كبار ضباط الجيش السوري الحر.
حتى اللقاء في حلقة أخرى. هذا عمر خشرم يحييكم وإلى اللقاء.